لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا من محبي أحمد فؤاد نجم ومن عارفي فضله ومن الناس اللي في الجامعة بكتسب وجدان بيتسع ويستوعب أحزان وآلام وأفراح وأحلام من كلام نجم وغناء الشيخ إمام، فهو صاحب فضل عليا زي كل جيلي، وأنا في هذا المقام بشهد له وبدعو ربنا أن يجزيه عني خيرا كما يجزيه عن ملايين. أعتقد أنهم زيي عارفين فضله وحافظين جميله، وربنا يدخله الجنة ويسامحه ويغفر له وبواسع رحمته يدخل واسع جنته بإذن الله. آخر سؤال، لو أحمد فؤاد نجم سمعنا دلوقتي تحب أنت تقول له؟ أقول له أنت عايش، أنت عايش، في ناس كتير عايشة وملهاش ذكر، وفي ناس ربنا بيتقبلها ويبقي ذكرها بما أودعوا فيهم من سر عظيم يجعلهم موهوبين وبيعبروا عن ناسهم، وأنت يا أبو النجوم كنت أعظم تعبير عن أعظم شعب. فيك.